عليكم أحبتي في الله متابعي وزوار مدونة جديد المواقع في درس جديد على قناتكم. في البداية أتأسف أو أطلب منكم السماح لغيابي المطول عن نشر الفيديوهات مؤخرا، وذلك لأسباب خارجية، لكن بحول الله تم تجاوزها. سنعود إلى القناة بحلة جديدة وبقوة بحول الله، وذلك بفضلكم. وأشكر جميع متابعينا الذين دعمونا حتى نصل إلى أزيد من 1000 متابع ومتابعة بطبيعة الحال. اليوم بحول الله أتيتكم بمجموعة من التطبيقات أو من الألعاب خصصتها لكم للفصلة الربيعية حتى تستمتعون بها في هذه المرحلة. حتى لا أطيل عليكم الحديث، أدعوكم للاشتراك في قناتنا بالضغط على زر سابوني أو سبسكرايب أو اشتراك على حسب اللغة التي تضعها في قناتك. كما أدعوك أيضا لتفعيل زر الجرس لتوصل بجديد القناة. الآن سننتقل إلى مجموعة الألعاب التي حضرتها لكم، أرجو أن تنال إعجابكم. السلام عليكم، ها نحن نعود معكم من جديد مع الألعاب التي أحببت أن أشاركها معكم في هذه الفصلة الربيعية. أول لعبة سنتطرق إليها بحول الله هي لعبة انترو ميروري. يمكن أن نقول أنها لعبة شبيهة بألعاب النينجا، فهي بطبيعة الحال لا تحتاج إلى إنترنت ولا لأي برامج إضافية، وهي في الحقيقة لعبة ممتعة سبق لي أن لعبتها. ما عليك سوى الضغط على تاب تو ستار ثم ستار. كما تشاهدون هنا في بداية الأمر تكون اللعبة بسيطة في الجزء الأول كما نعلم جميعا، فيكون تدريبي فقط، مما سيظن أن الأشخاص أنها لعبة مملة، لكن هي في الحقيقة جميلة جدا. كما تشاهد هنا سيتم الاتصال بك. لا نريد أن يعطيك بعض التعليمات ما ستقوم به. هنا عندك بعض الأسلحة، عظم الله أجري. لا علينا، المهم أردت فقط أن أريكم داخلية اللعبة. اللعبة الثانية التي اخترتها لكم هي لعبة شبيهة بالسامباي أو ما لا لم أتذكر اسمه، فقد أضافوا إليها بعض التعديلات، تم إضافة أسلحة ما إلى ذلك، وهي لعبة في الحقيقة ممتعة جدا. نضغط على ستار، نختار الصحراء. كما تشاهدون هنا سيهرب هذا الشخص، أنت تتبعه. كما تشاهدون الشيء الوحيد الذي أضافوه هو أن عليك قتل هذه يجب عليك إلى أن تقبض على الشخص هذا. المهم كما تشاهدون هي لعبة ممتعة، أنصحكم بها أيضا. ننتقل إلى اللعبة الثالثة وهي فيستا جولف، من اسمها ظاهرة، وهي لعبة ممتعة لأصحاب أو للأشخاص الذين يبحثون عن الهدوء وعدم الضجيج في الألعاب، فأنصحكم بمثل هذه اللعبة. حسنا، نقوم ب السبق لي وأن لعبتها هو أنا حاليا في المرحلة 18. حقيقة أعجبتني كثيرا.
كما تشاهدون هي من المفترض أن تنطلق من هنا، لكن مع أني سبق لي وأن لعبتها كما تشاهدون ترميها بسرعة كأنك لم تفعل شيء، مما يقدم لك المزيد من الحماس في هذه اللعبة ببطء. لا نعرف حتى كيف نلعبها. كما تشاهدون هي لعبة كلاسيكية جميلة، يعني أقول لك أكتب اسم الخاص بك ستحصل على هذه جميع الخطوات أو الألعاب التي لعبتها، الأرقام التي سجلتها. New game star. كما تشاهدون هنا لعبة جميلة جدا، يمكنك معليش تحكو يا ريفان. لا علينا، ننتقل إلى اللعبة الرابعة وهي لعبة لمحبي السرعة، خاصة للسيارات أو لمحبي السيارات كذلك. هي لعبة ذات جرافيك جميل، خفيفة على بالنسبة للهواتف، وأيضا مجانية وبها العديد من الميزات سنشاهدها. وتشاهدون هي بتقنية التسعيدي، اليوم الثاني حصل على 300 أو 500. حسنا، هنا يمكنك اختيار السيارة التي تريد، لكن هذه هي فقط الأولى مجانية، يجب عليك جمع المال لشراء. ماذا علينا، نضغط على بلاي. ثم نحن الآن في المرحلة الأولى. حسنا، نحن الآن في لندن، هو الجولة الثالثة. كما تسمعون حتى الصوت جميل، لعبة احترافية. كما تشاهدون هنا الصورة، جرافيك جميل جميل جدا، تحكم سهل بالسيارة. وصل إلى الخط سبقنا، نحن ثانيين. كما تشاهدين كما قلنا صورة خيالية، تحكم جيد بالسيارة، كل شيء فيها تمام. تحصل على 5 نجوم من عندي، ورأيكم الثاني. أما اللعبة الخامسة هي لعبة أمازينج ستارينج، هي مثل سبايدر مان، وكذلك تم دمجها مع لعبة جيتيا، يعني في مكان ذلك الشخص هناك سبايدر مان بشباكه بكل مميزاته بنظاراته إلى آخره. يمكن لمحبي لعبة جيتيا وهم كثر، محبي المسيويات والشغب في المجتمع، التمتع بهذه اللعبة أيضا، خاصة كما قلنا نحن في المرحلة الربيعية، لا توجد دراسة. هنا يمكنك اختيار ما تريد، سهلة، صعبة، صعبة جدا، ثم ستار ونكمل. كما تشاهدون هنا
يمكن التنقل بكل سهولة. سرقة السيارات، إن قمت ب كما نقول بمعاتبة أي شخص سيتم إطلاق الرصاص عليك. هنا هذه هي خريطة المدينة. ما يوجد لديك 4 كراجات، وهنا متجر لتغيير ملابس ومتجر للحصول على أسلحة. كما قلنا، هو بشباكه يمكنك التنقل عن طريق الشباك كما تشاهدون، وسائل الأمن الثاني. سرقة سياراتهم، هناك النظارات، يمكنك أو العين الحرارية، يمكنك حرق بها السيارات كما تشاهدون هنا. ميسيو فاليت، لا علينا، ننتقل إلى اللعبة التالية. اللعبة التالية السادسة واللعبة السابعة هما ألعاب بسيطة جدا لكن ممتعة وحماسية وتنافسية في نفس الوقت. اللعبة ستاك سبق يمكن العديد منكم وأن شاهدها، لكنها ما زالت تتصدر الألعاب الجميلة والتنافسية. كما تشاهدون يجب عليك وضع المربع فوق أخيه مباشرة. إن كانت هناك أي إضافات بينهم يتم حذفها. كما تشاهدون يصغر المربع، كما تشاهدون يصبح لك المربع صغير، لا يمكنك المرور أكثر. يمكنك اللعب هذه اللعبة أنت وأصدقائك، فهي لعبة كما قلنا تنافسية جميلة جدا، أنصحكم بها. أما اللعبة الأخيرة السابعة فهي لا نقول شبيهة من حيث اللعب وما إلى ذلك، وهي أيضا تنافسية وجميلة. ما عليك سوى إيصال هذه الكرة إلى آخر البرج. ستواجه هنا بعض المتاعب. هنا يحسب لك النقاط إن كنت تجاوزت بسرعة خيالية. أما عن الأشخاص الذين بهدوء فقط لن يحققوا نقاط كبيرة، هم يبحثون عن من ينتقل بسرعة. إن وضعت الكرة على هذه النقطة الحمراء ستخسر بطبيعة الحال. المهم نرجو أن تنال الألعاب إعجابكم. نتأسف جدا على هذا الغياب المطول عن القناة، فهذا خارج عن إرادتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.